I'm in a building that was bombed and people here came to find anything to take it back to the shelter since it's a truce, it's not a ceasefire. So people were shocked because they did not know that their homes, their streets, everything was bombed and was destroyed. دمار والله ما عرفنا نخش بس متأملة يعني والله ده قلنا غير الدمار اللي دوره كله الدجاجات والغسالات وكل الدنيا دمرت والله ما طلعت غير حتى الزيتون من لهدوة نص ما فيش فيه شايف أشياء الدولابين مكسرات من أبعض تعال شوف الجوره في المبنى في الدار كلها هيته الدار ما لهاش اصل ايش الصواريخ هذه جوره 20 متر حوالي في الارض ما بدنا الهدنه على اي فائده ما بدنا اياها احنا بدنا شيء يريحونا مش كل 10 سنين 8 سنين كل حين واحنا معمرين طب انا علي ديون من 2014 من ورا الدور من ورا الحروب وما سبدناش ولا اي شيخ من اي بني ادم وبرجع نفس العمليه وعمرنا امزق واحسن وهي انهدت والله لو في خير للهدنه انا مش طالع من بلادي والله ما طالع لو تتقلب كمان وابي استشهد اختيار شايفه يا عم الموت هنا ولا ندل برا ندل انا برا توكل على الله توكل على الله تعلم شيء قدام بس متضخ عم اتصرف اصحى راسك من هنا والله علينا من الفندور من 2014 دول احنا كل سنه كل حرب ننضرب كل حرب لازم ننضرب هذا الدار الثاني الحمد لله رب العالمين معدات عدمونا خبز على الفرع خبزناه خبزتوا اليوم هذا؟ اه والله في الدار المقصوفة هذه؟ اه طيب برا هناك هاي الخبز الصاج ٢٠١٤ انهدم بيتي وانقصف البيت والحمد لله كلياته راح رحت بنيته من أول جديد ورحت في 2021 برضو كمان انقصف ورحت بنيته كمان مرة والحمد لله وإن شاء الله في 2023 حبنيه كمان إن هو انقصف وحبنيه كمان مرة إن شاء الله وثاني وثالث ومش حنطلع من البلد حنضلنا في بلادنا إن شاء الله بإذن الله. People here around me, children, women, trying to find their stuff. I'm talking about clothes, flowers, some oil, some fuel. People are trying to find anything to go back to the shelters after the truce. خلاص فيش نصيب. شو هذا؟ طحين. نرمي الطحين كله بارود. أنا كنت بدي أشيله. أنت كنت متأملة تلاقي الطحين. عشان أوزع على أهل غزة. عجوني يشتروا مني كيس طحين قال لي خالتي لو بثلاث نيشكت والله يا خالتي لو عندي بدي كيف بلاش ناوي اعجن واخبز على الصاج وعلى الفرن واطعم اللي حاب ياكل يعني كل شباب غزه كلهم اهلنا واولادنا وبناتنا يعني والله لو بيتي عامر احطهم جوات بيتي واحط اولادي في حضني شباب من غزه قاعدين برضه في بعد ما منطقة كانت جنة أصبحت خرابة هذه هن الأغراض اللي ظلت من البيت ما ظلش شيء في البيت احنا توصف دارنا بس عندنا أخواننا في الشمال هذول اللي انخرب بيتهم ونزلوا أطفال تحت الركام الله يعين الناس اللي نايمة في الشوارع في خان يونس الشوارع نايمة فالمطار تنزل عليهم احنا بنأمل أن فلسطين تستقل وينزح عنا هذا الاحتلال الغاشم وين يا حج انت هلقيت؟ هلقيت اشوف الدار لقيناها دمار شو اخذتي من الدار يا عبد الله؟ هاي اللي اخذت هذا هاي اللي اخذت شو هذول يا خاله؟ هذا فجل يا خال يا خال هذا من ارضي من على الحدود ولازم رغم القصف ورغم الحرب ما بنستغنى عن البلاد والحمد لله لقيته قلت اخذته وافرقوا على الجيران ضربوا ارضي في 16 ووقعوا بهناك غرفتي اللي بقعد فيها لكن ان شاء الله رغم الحصار ورغم القصف ورغم الدمار حرجع جدا. باذن الله في تعلق رسائل فيني معاكي هاتي اعطيني واحد هذا قول لي فيش دم عباس they still distribute their food despite everything I mean these are the kindest the strongest people that I've ever met or heard about Khuza'a's people, Gazans. So yes, this is today's dinner.
People are trying to act normally. They were shocked that their homes were bombed. Actually, they told me that they came with a hope that they will find their home as it is. But they came and found that the whole square was bombed. So simply, they sat at the balcony and start making tea. Yes, we are shocked that our homes are destroyed and everything we know in this city is changed forever. السلام عليكم. السلام. شو صار هان؟ زي ما انت شايف دمار في المنطقة. أجينا ناخذ أغراضنا نتغدى هنا لقينا البيت نازل. 20 سنة 30 سنة هالبيت. شو أكثر مكان في الدار عزيز على قلبك؟ الحي والأهل والعيلة والشباب والأصحاب والأقارب، عارفين هلا الناس كلها تتشتت وين بدها تروح؟ ولا نبات ولا حاجة يخلوني. شو صار في داركو؟ هي زي ما انت شايف دمار. والله كنت أجي ألاقي الدار زي ما هي ما لقيتش ولا حاجة. جمع الاغراض الحمد لله جبنا شويه تواع وهجرت الغاز وبعدين فضيات دوب نمشي هاليوم جبنا كسين طحين نمشي حالنا. سلامات. شو هالحلاوه هاي؟ مين هادي؟ شو اسم البسه؟ ميري. عايزه اشوف بيتنا. أو شو لقيتي؟ لقيت هاي قذيفة والبيت يعني فيه شظايا. أتم البيت مقصود. الحمد لله البيت ما فيش فيه إشي يعني وهي بس عايشة. الحمد لله. الحمد لله. Unfortunately, most of them came with a hope that they will find their property, their homes, but no one found anything here. So for me, and I don't know about you, this is the meaning of being Palestinian, to get used to get destroyed, then to rebuild again. This is Palestine. Alhamdulillah, as-salama. So despite the bombing, the war, the destruction, everything, this sweetie is still in the home and alive. So this is Bisan from Gaza, and we're still alive.